السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا أول تشكيلة من المعجنات اللي غادي نعملوا بالعجينة السحرية. وهذه التشكيلة هي عبارة على لي شوسون باللحم المفروم أو الكفتة وبالخضر. غنحتاجوا لهاد لي شوسون تقريبا ما بين 350 حتى 400 غرام ديال الكفتة. غنحتاجو كذلك جوج ديال القرعة الخضراء أو الكوسة مبشورة في الجهة الغليظة. غنحتاجو كذلك جوج ديال الخيزويات مبشورين في الجهة الغليظة كذلك. غنحتاجو القزبر والمعدنوس تقريبا معلقة ونص كبيرة حتى لجوج معالق كبار. واحد الحبة ديال البصل مفرومة حتى هي هكا رقيق. غنحتاجو زيت الزيتون، لبزار، سكينجبير، الخرقوم عرق او الكركم والملح. اذا نبداو على بركه الله. غادي ناخذ مقله نعملوها فوق النار ونعملو زيت الزيتون. غادي نعمل البصلة تشحر من الأحسن ما نخليوش الزيت حتى تسخن بزاف، لأن زيت الزيتون كتفقد المنافع ديالها إلا سخنات بزاف. غادي نزيد واحد شوية ديال الملح باش تهبط لي البصلة. صافي دابا البصلة نزلات. غادي نزيد الكفتة غنحاول نفتتها. نفتو هاد الكفتة ديالنا مزيان. صافي الكفتة ديالي تشحرات، غنعاود نفتتها مزيان. صافي دابا غادي نزيد الخضر، غنزيد خيزو، غنزيد التوابل ديالي. غنزيد القرعة او الكوسة، كنعرفو بان القرعة كطلق شوية الماء. نعملوها دابا باش تشحر مع خيزو في نفس الوقت تنشف من الماء اللي تيكون فيها، وما خاصناش نطيبو هاد خيزو والقرعة بزاف، غير تشحروا شوية ونزولوهم. غنبقى هكا واحد جوج حتى لثلاثة دقائق ونتلاقاو ان شاء الله. صافي تقريبا انا الكفتة مع الخضار تشحروا. غادي نطفي النار
وفي هذه اللحظه غادي نزيد قزبر المعدنوس ونخلط مزيان. غنخلي هاد الحشوه ديالي تبرد مزيان عاد نعمر لي شوسون نتلاقاو بعد قليل. الحشوه ديالنا بردات، عندنا العجين ديالنا خرجناه من الثلاجه، غنحتاجو الجبن مبشور وغنحتاجو جبن الساندويتش، ممكن تعملو غير شكل واحد من الجبن. غنحتاج شويه ديال الدقيق باش نسرح العجين وشويه ديال الماء باش نسد لي شوسون. اذا نبداو على بركه الله. ناخذ العجين ديالي نغبر الطبله مزيان، نحاول نسرح هذا العجين. بسم الله. سرحت العجين ديالي، غادي نقطعو دابا الدوائر حسب الحجم اللي تفضل السيده. اذا نقطعو الدوائر ونتلاقاو ان شاء الله. غناخدو الحشوه ديالنا، اول حاجه غادي ندهنو الجناب بالماء، غناخد الحشوه غنعمل شويه من جبن الموزاريلا، قطعه من جبن الساندويتش، وغادي نحاول نسد الشوسون ديالي. ناخذ الفرشات ونسد مزيان. ونحاول نقادها. نكرر نفس العمليه. هذاك هذوك لي شيت ديال العجين غنحاول نعمل منهم شكل اخر. هادو دوائر اصغر من الدوائر اللي عملت في الاول. نحاول نسد العجين بهذه الطريقة. نحاول نفوت النص شوية، نرجع هنا ندخل الحشوة ديالي. العجين مزيان بهذا الشكل. وهذا هو الشكل الاخر. هذه غنحاول نخليها محلوله شويه. نعمل الحشوه ديالي، ما غاداش نسدها في الاخير. ملي غادي تقرب الطيب غادي نعمل الفرماج الوسط. هذا شكلها.
صافي انا دهنت لي شوسون ديالي بالبيض وقطرات من الخل، غندخلهم للفرن نتلاقاو بعد قليل باذن الله. هادو لي شوسون بعد ما خرجتهم من الفرن، هذا هو الشكل ديالهم. كيجيو رطبين وكيجيو لذاد بزاف. هادو الشكيلات اللي عملت من لي شوت ديال العجين. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم، الى عجبتكم عملوا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساوش تزوروني على الموقع السيت ويب jamila-sismagazine.com. استودعكم الله والى وصفه قادمه باذن الله.